السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم دواء زيتي سهل بثلاثه معالق ديال الزبده ومكونات اللي هي بسيطه، وكيعطيكم واحد الدواء زيتي اللي زوين بزاف وهشيش. هنا مكونات كما شفتوا غادي نخدم في نفس الوقت. عندي ثلاثه ديال معالق زبده كبار، الزبده اللي غنستعمل دابا غير نباتيه يعني ديال العلب، نص كاس العنبه ديال السكر، غادي نخدم هادو بجوج، نضيف لهم واحد شويه ديال الفاني. غادي نخدم هاد الزبده مع السكر والفاني، هنا ضفت بيضة كاملة. ونص كاس بالعنبة الزيت. هنا درت واحد معلقة متوسطة ديال النشا، وجوج معالق كبار ديال جوز الهند، ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو الحلو، يعني الكاكاو اللي كنديرو مع الحليب هو اللي ضفت. بغيتو ديروا المر ديروه، غير هذا كيعطي واحد المذاق احسن. هنا درت جوج غرام ديال الخميره الحلويات، وغنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كيتجمع هذا الخليط هذا. صافا البنات كما شفتوا جمعتها بالدقيق الكافي اللي غادي يكفيها، ما تقصحوهاش بزاف عاد ما تخليوهاش مرخوفه. غادي ندير منها كويورات صغار وغادي نرشموها. بالنسبه للقياس ديروا اللي بغيتو، انا غنديرهم صغار حيت غادي نغطسهم في الشكلاط، فمن الافضل ما يكونوش كبارين، من الافضل ما يكونوش كبار حيت غادي نغطسهم في الشكلاط. كندوزهم بهذا المريشم هذا بهذا الشكل. بغيتو البنات دوزوهم في شويه ديال الدقيق، ديروا شويه ديال الدقيق في المرشم، ما بغيتوش زولوا غير بيديكم، ما عندكملاش تضيفوا ديك الاضافه ديال الدقيق. صافا البنات غادي نستمر نزينهم كاملين هكا، نرشمهم وندخلهم يطيبوا على 180 درجه. كنسخن الفران على 180 درجه، ندخلهم يطيبوا من التحت ونحمرهم ونخرجهم ان شاء الله باش نغطسهم في الشوكولا. من بعد ما طابت كما شفتوا راه ما حمرتهاش بزاف، ذوبت تقريبا واحد 250 غرام ديال الشوكولاته السوداء. صافي غادي ناخذ هاد الحبات وغادي نغطسهم هكا في الشوكولا. وغناخذ شويه ديال الشعريات الشكلاط وغادي نوضعها هنا من الفوق.
فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي بعد ما برد الشوكولا، وكتحسوا بها كشد كديرهم هكا في كيسات في النوار ولا في الابيض، كيجيو زوينين. بالنسبه للعدد جاوني 50 حبه، هادو كلهم درت لهم لي كيسات، بقاو لي شي حبات ما زينتهمش بالشوكولاط، خليتهم تقريبا واحد 10 ديال الحبات خليتهم هكاك بلا شوكولا. غادي نقسم معكم تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كيجي. كما شفتوا البنات هذا هو الشكل ديالها من الداخل، غادي نقسم لكم تشوفوا الهشاشه ديالها، راه كتجي هشيشه ومرمله ولذيذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.